Santoro. Soltam, dorang takat minum aja. Dor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت لكم مسموع، ولا أنسنت معكم بأخبار هذه عملية الانهارات اليوم خمسة، ولا نقول لكم عن مع نقول لكم عنها تم تداولها بطريقة غريبة عن انهار دعم الثاني، يأكدون قاع عن حكومة الكردو غير عقب عادات ما هو عقب عادات مو دقيق، وفما صار مقطوعة على الإنترنت والمصادر يوم اللي ضعفت كامل بيجي ياسر من الناس اللي شر داع بعد ما هو ما بصير تقدر داع بعد من المصادر ما هو مو منه، ولين عاد اليوم ما تيجي أول شيء نشر الأخبار بالتفصيل ومراسلون يلطات طات الأخبار، لك طبيعي بيجي المداح اللي يود عندك أكثر من الأخبار فما الناس الأخرى، وصار قطع عبد الله شغل مختار الشك باليقين ودارها بيجي بارك الله إقامة كبيرة في الإعلام، عنده قدر من المصادر اللي الله تعود ما هي متوفرة ياسر منها، دارها دارها تربتوا وراها الرؤية وفيها بقية المواقع، عاد إصدار كاتب بيان وزارة الداخلية هو قطع الشك حتى باليقين بهديش رسمي، ودي قالوا فيه عنهم يوم خمسة عن بعض يوم خمسة عن استشهدوا فيها اثنين وجرحوا اثنين من الحرس، وعن عدلة تلك اللجنة اللي عندها لجنة عليا للعملية أنا قامت بتحليل ورشحت فرضية عنهم قد عودوا فادرار، وعن كل المعلومات اللي جمعوه ونسقوا بيناتها عن توجهة القوات البرية والبحرية، وعن هو القائد لذيك المنطقة هو القائد لتحديد مكان خطة الإرهابيين هذا، وفي ذيك الأثناء القوات البرية وحدات من الدرك مختصة بمكافحة الإرهاب عنها تعرضت لإطلاق نار كثيف وأدى بدخول في اشتباكات مع العناصر الإرهابية وقتلوا ثلاثة منهم وبقى واحد منهم سلم راسه الله زاد الكرد بري واستشهد دركي وقالت عن بهذه المناسبة عنها معبر عن خالص شكرها وتهنئتها لكافة أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن للعملية النوعية وتثمن عاليا الحب الوطني التي قام بها أفراد شعبنا أفراد الشعب الموريتاني وتحيي بالجميع روح اليقظة والتعاون، وتؤكد اللجنة العليا للجميع أن القوات المسلحة وقوات الأمن ستبقى بعون الله وقوة الدل الحاصلين لأمن واستقرار بلدنا العزيز. هذا بعض معناه القضية الحمد لله تأكد السؤال الصقع المطروح عند الموريتاني اللي لا يقل أهمية عندهم عن مقتل هؤلاء الارهابيين ولا القبض عليهم اللي هو سؤال الانترنت، وظهر عام انت نشرت بيان رسمي عن الله يلا توفر للناس الانترنت بعضها كانت تسمع بيانها، شاكر لكم متابعين الكرام، شكرا جزيلا.